بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كوكيز بالشوكولاته البيضه. عندنا 4 معالق كبار زبده لينه بدرجه حراره المطبخ، هنضربهم دقيقه بالمضرب الكهرباء. بعد كده هنضيف 3/4 كوبايه سكر بني، ولو مفيش سكر بني هنضيف سكر ابيض عادي مفيش مشكله، وهنضربهم كويس حوالي دقيقتين. وبعد كده هنضيف بيضه ونص معلقه صغيره فانيليا، وهنضرب كمان دقيقتين. بعد كده عندنا كوبايه وربع دقيق متقلب عليهم نص معلقه صغيره بيكنج باودر وربع معلقه صغيره ملح، وهنضيف الدقيق على خليط الزبدة وهنقلب كويس جدا. وخلاص كده العجينة امتزجت مع بعضها كويس وبقت معانا بالقوام ده كده. وهنضيف على العجينة نص كوباية او اكتر على حسب ما احنا عايزين من الوايت شوكليت شيبس، وهنقلب كويس بحيث تتداخل كلها مع بعضها. وخلاص كده العجينة خلصت معانا، وهنبدأ نشكلها. هنشكلها الكور بالحجم ده كده بالشكل ده. وبعد كده هنرص الكوكيز في صاج فرشين فيه ورق زبدة، وهنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية حوالي 5 سنتي، وهنحط على الوش قطعة من الشوكولاتة البيضة. بعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 190، وهنحط الكوكيز على الرف الأوسط. وخلاص كده طلعنا الكوكيز من الفرن، وهياخد معانا من 1/3 ساعة لنص ساعة. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.